أمسيات هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتسامح، شهر المحبة والأصالة والأخلاق، شهر نلتقي به معا من كل الأطياف العربية لنعطي مردودا حسنا لكل أمتنا ومجتمعنا. أننا أسرة واحدة ذات ماضي حضاري أصيل، شجرة زيتون وسنديانة جذورها عميقة بداخل الأرض، مشرقية أصيلة يشهد لها القاصي والداني، وفروعها عالية عالية تناطح السحاب وتفوقه بالرفعة والكبرياء. إخوتي، نحن نمر بأوقات حرجة لا نحسد عليها، هي وليدة مؤامرات خارجية ليست باستطاعتنا، وهذا الشهر الكريم هو ردنا على كل هذه التحديات بمحبتنا، باحترامنا لبعض، بأصالتنا، بعروبتنا ومبادئنا. فهنيئا لنا هذا الشهر الكريم على هذه اللمة المباركة، لمة الأسرة الواحدة المحبة هنا في أرحاب بني معروف، وهم اسم على مسمى. وأخص حضرة رئيس البلدية الأخ سويد أبو أيوب والشيخ المسجد، وكذلك جميع أهلي وإخوتي المشايخ الأعزاء أبو علي مانساك، وهم أصحاب الأيادي البيضاء الناصعة التي لطالما نثرت عبير المحبة واللطافة والتسامح في كل حد وصوب. فلكم منا كل الاحترام والتقدير على هذه الدعوة المباركة. أود أن أختصر كثيرا، فأدعو الله أن يلهم حكام هذه المنطقة لأن يجنحوا لسلام عادل، وأن يعطينا قلوب رحمية، قلوب لحمية، قلوب محبة تنبض رجاء ومحبة وتسامحا مع الجميع، وأن ترفرف أعلام السلام العادل في ربوع شرقنا والعالم أجمع، وأن يعرف السياسيون أن لا حلول بالقوة والأنانية، وإنما بلغة الحوار والتفاهم، بحيث يحصل كل ذي حق على حقه بإقامة بيته ووطنه ووجوده، وأن ينقشع عنا قاموس الظلم والعنجهية، مجددا آمالنا بإشراق نور السلام العادل، وليرفل الجميع بثوب العز والهناء، وأن يعود هذا الشهر المبارك ونحن جميعا بألف خير. شكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير.